ما يتعلق بمسألة مظلة الرأس. هذه مظلة الرأس هذه وقعت، وهي صنع مظلة للرأس تشد على الرأس، تشد على الرأس مثل ما يمسكها بيده، لكن هذه يسلم من مؤونة شدها ومن أيضا مؤونة المتعلقة بالخوف من كونها تؤذي أحدا، بأن تكون مثل الشمسية الصغيرة التي فوق الرأس وتحيط بالرأس وبجوانبه وتكون مرتفعة عنه، وتكون مرتفعة عنه، لكنها تشد بما يشبه السير أو الخيط أو نحو ذلك فتثبت على الرأس. فهذه يعني مما وقع فيها الخلاف. من أهل العلم من يرى أن حكمها حكم ما يلبس على الرأس، وذلك أن ما يوضع على الرأس أو ما يظله أقسام، قسم يظله وهو ثابت مستقر كالبيت وما أشبه ذلك مثلا، وقسم يظله وهو متنقل، إما متنقل فيه كالسيارة التي يستظل بها محرم، سنركب السيارة الغمارة مثلا فهو تظله، وهذه أيضا لا بأس بها على الصحيح وقول جماهير العلماء، ومثله لو استظلال بخيم نحو ذلك. والقسم الثالث ما يظله مما يمسكه بيده، مثل ما يكون مع الشمسية يسير وهي بيده ويستظل بها من الشمس، هذه أيضا على الصحيح لا بأس بها. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند جمرة العقبة ومعه أسامة وبلال، أحدهما يظلله من الشمس وهو يرمي عليه الصلاة والسلام. هل هذه التي تشد بالرأس تأخذ حكم الشمسية؟ يظهر والله أعلم من جهة ما يتعلق بالمعنى تشبيهها، لكن يشبك بما يتعلق بالخيط، ومثل هذا الخيط لا يعتبر ساترا للرأس أو لا يعتبر تغطية، لا يعتبر، لأن الأظهر في تغطية الرأس هو ما يكون تغطية عرفا، ما يكون تغطية عرفا. أما مثل هذا السير فلا يكون من جنس ما يغطى به الرأس، فإذا شد ثم كانت هذه المظلة فوقه فهذا ليس، خاصة إذا كان هذا السير يعني لا يحيط بالرأس كله بل على الأذن، والأذن فيها خلاف هل يجوز تغطيتها أو لا يجوز تغطيتها، مع أن الحديث لم يأتي في تغطية الأذن بل جاء في تغطية الرأس، والأحكام قد تتبعض لأن الأذن من الرأس في بعض الأحكام وفي بعض الأحكام لا تكون من الرأس كما تقدم.